مرحبا. بغداد القديمة مليئة بالأماكن التراثية. هاي الأماكن يعود تاريخها الزمن طويل جدا. سوق السراي واحد من أهم هاي الأماكن، تغير اسمه من سوق الوراقين إلى سوق السراي نسبة إلى مقر الحكومة المجاور لهذا السوق. يبلغ عرض شارع سوق السراي 3 أمتار، أما طوله فحوالي 300 متر. راح نتجول بهذه 300 متر ونطلع على أبرز تفاصيلها. ظلوا ويانا. سوق السراي سمي سوق السراي سنة 1932 نسبة إلى ديوان الحكومة القديم، وهو ديوان الحكومة القديم. سابقا كان يسمى سوق الوراقين، وذلك لتدوين الوثائق العثمانية والسجلات والسندات الحكومية في هذا السوق. إضافة إلى كان يمتاز وما زال ببعض المهن والحرف اليدوية، حيث الصناعات الجلدية وتجليد الكتب والخطاطين وصناعة بعض الملابس العسكرية والصدارة والأعلام العراقية. مرت على هذا السوق مهن كثيرة، أغلبها تغيرت وصارت القرطاسية هي ما تملأ المحال الموجودة هنا، لكن القديمة منها واللي أصحابها معتزين بمهنتهم بعدهم موجودين اليومنا هذا. سوق السراي كان يزود المدارس والأطفال كل اللي يحتاجه، حتى كان الحذاء يشتري من سوق السراي. جنب سوق السراي وسوق السراجين كان يصنع الحذاء والحزام والجنطة. الطالب يجي للسوق يشتري الجنطة والحزام تكرم الحذاء ويملي الجنطة مالته قرطاسية. أقدم المكتبات اللي كانت موجودة هي في سوق السراي مكتبة نعمان العظمي حسين الفلفلي، هي مكتبتنا اللي متأسسة سنة 1930، إبراهيم السدايري، إبراهيم العظمي، مكتبة المعارف. الآن تجي سوق السراي البارحة واحدة حكت لي حكاية هنا كلش فرحتني، قالت أني أشعر بأمان من أدخل بهذا السوق، ما حد يتحارش بيه وما حد يحكي وياي، وهذا في الدليل إنساني واجتماعي جيد في صفة هذا السوق. جولنا وشفنا كل الأشياء الموجودة بهذا السوق، شفنا المصغرات، شفنا أدوات الرسم والقرطاسية، لكن نسينا نقولكم أنه أقدم محل للكبة في بغداد موجود في هذا السوق. كنت وياكم أنا علي مروان من داخل سوق السراي.